يا مساء الجمال، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الجمال. يا رب يبقى حلقة موفقة ويبقى مساء جميل وسهرة جميلة وسعيدة علينا وعليكم. النهاردة اسمحوا لي أخص بالتحية شخص أنا بعتبره العمود الفقري لكل أسرة مصرية، شخص أنا بعتبره الجندي المجهول اللي بيقدم للمجتمع كل يوم ثمرة كفاحه وتعبه وسهره. المرأة المصرية، اسمحوا لي أخص بالتحية المرأة المصرية. لما نقول المرأة المصرية يعني هنتكلم عن الجمال، عن الجدعنة، عن الإخلاص، عن العطاء، عن التضحية، عن الصبر. دور المرأة المصرية على مر العصور دور محدش يقدر ينكره ومحدش يقدر ما يقفش عنده. ملكات، حتشبسوت، نفرتيتي، علماء، طبيبات، أعطوا في كل مجال وأذهلوا العالم في كل مكان. أما ربة الأسرة المصرية فهي الجندي المجهول. ربة الأسرة والزوجة المصرية هي اللي تعبت وربت وأخلصت عشان تهدي للمجتمع شباب صالحين أسوياء يضيفوا للمجتمع في كل المجالات. مش عايزة حد يشوفني منحازة أو مبالغ، لأني عارفة ومتأكدة إنه جوه كل واحد فيكو احترام وتقدير للمرأة المصرية وقصص بطولية يعلمها عن المرأة المصرية تفوق بكتير قوي الكلام اللي أنا قلته. اسمحولي أوجه التحية والاعتزاز والفخر للمرأة المصرية صاحبة البسمة والأثر في كل زمان وفي أي مكان. طبعا لما نتكلم عن المرأة المصرية فهيبقى ضيفنا الدكتور معتز صلاح الدين، الكاتب الصحفي ورئيس شبكة إعلام المرأة المصرية. هو أكتر حد ممكن يعلق لنا على دور المرأة المصرية في المجتمع ومشاركة الست المصرية للراجل، واللي فعلا تستحق كل تقدير واعتزاز واحترام. دكتور معتز، اهلا ألو. وسهلا بحضرتك دكتوره شيماء، انا اتشرف بلقاء مع حضرتك وتحياتي لضيف حضرتك الكريم الفنان والمفكر العظيم الدكتور مصطفى الدمرداس. اهلا بحضرتك، اهلا الله يخليك. بحضرتك، طبعا انا حرقت لنا اتشرف ان انا المفاجأة، احنا اسست كنا عاملين شبكه مفاجأة اعلام المراه للدكتور. العربيه عام 2015 مارس وحتى الان، دكتور معتز صلاح وهتشرف الدين، بلقاء مع حضرتك. اهلا بحضرتك دكتور معتز صلاح الدين، بصفة حضرتك رئيس شبكة اعلام المرأة العربية. المرأة لها دور قوي لدعم المرأة في المجتمع، والشبكة لها دور قوي لدعم المرأة العربية. ايه تعليق حضرتك على الست المصرية ودورها المهم جدا في المجتمع؟ حضرتك بتشوفه ازاي؟ الست المصرية دورها من زمان جدا، من 7000 سنة، من أول طبيبة في التاريخ كانت في عهد في مصر القديمة. نعود إلى العصر الحديث، بدأ ظهور قوي جدا للمرأة منذ 101 عام في ثورة 19، عندما خرجت 300 سيدة تتظاهر ضد الاستعمار الإنجليزي، وكان هناك 7 شهيدات. بعد كده بدأ الظهور 1923 الاتحاد النسائي المصري، ثم بدأ نضال بقى المرأة المصرية حتى تحقق لها حق الانتخاب والترشيح 1956 في دستور 56، وكانت أول نائبة هي راوية عطية عن الجيزة التي فازت 1957، وفازت بعدها نائبة أخرى في انتخابات العادة في نفس الانتخابات. الآن وصلنا إلى قمة الاهتمام بالمرأة المصرية ودورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 8 وزيرات الآن في الحكومة المصرية، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر. هناك العديد من السيدات في منصب محافظ، في منصب نائب رئيس البنك المركزي، معايا في وزيرة العديد من الصحة المناصب ودورها في الكبرى. أزمة كورونا كان دور يعني طبعا وجميع الوزيرات بيبقى طبعا فيهم وزيرة الصحة دور كبير جدا يشهد به العالم. احنا كشبكة إعلامية أيضا بنهتم بالمرأة العربية وبنبرز نجاحاتها ونبرز طاقتها، والحمد لله احنا منذ انضمام بعض الشخصيات لنا اصبح لدينا 3 نائبات في البرلمانات العربيه، السفيره ابتسام زيدان، الامين العام للشبكه في المجلس التشريعي الفلسطيني، الاستاذه انسجام الغراوي من العراق في المجلس النوابي العراقي من 2018، ومنذ اسابيع دخلت الاستاذه سناء الحساني من مصر عضو المكتب التنفيذي ومنسقه الصعيد عضوه في مجلس النواب المصري. هذه
بعد ما قمنا به ايضا سندنا الانتخابات في مجلس النواب البحريني 2018، واصبحت رئيسه مجلس النواب بفضل بعض المساندات التي قمنا بها السيده فوزيه زينل اول رئيسه لمجلس النواب في البحرين. خلاصه القول ان المراه بتقوم بالعديد من الادوار، وخاصه المراه المصريه، سواء دور سياسي او دور اجتماعي او دورها في البيت، وبتنجح في جميع هذه الادوار وتثبت وجودها بشكل كبير جدا عندما تجد المناخ المناسب. طبعا الرئيس السيسي اطلق في عام 2018 عام المراه 2017 عام المراه المصريه، وهناك ايضا مر هذا العام 20 عاما على انشاء المجلس القومي للمراه، هو احد المؤسسات الرسميه للدوله التي تقوم بدور كبير في مسانده المراه. ونحن كشبكه منظمة مجتمع مدني نقوم بهذا الدور، نساند أيضا المؤسسات الرسمية للدولة في مصر وفي كافة الدول العربية. دور شبكة إعلام المرأة العربية في 18 دولة عربية لا أحد ينكره. رئيس شبكة إعلام المرأة العربية لما يحب يوجه رسالة للمرأة العربية ممكن يقول لها إيه؟ أقول للمرأة العربية الحقيقة أنا كنت داخل الشبكة دي أسستها في 15 مارس 2015 عشان أدعم المرأة العربية في كافة المجالات وأساندها بكافة السبل الإعلامية والقانونية والمعنوية والنفسية وغيرها، وأنني يعني كنت مدرك بشكل كبير أن أنا هضيف ليهم كتير. أنا ضفت لهم كتير لكن هم أضافوا ليا كتير جدا جدا، علموني أن هناك إخلاص، علموني أن المرأة العربية اعتمد عليها، اكتشفت أن المرأة العربية تريد فقط كلمة طيبة وتريد مناخ آمن ومناخ سليم كي تكون يكون لها دور كبير جدا في بناء الأوطان. وأحيي المرأة المصرية بصفة خاصة لدورها في ثورة 30 يونيو 2013 التي أسقطت حكم الإخوان، فقد كانت طبعًا المرأة المصرية في صدارة هذا المشهد. الخلاصة أن المرأة المصرية لديها طاقات كبيرة جدا ولها دور كبير جدا في بناء الأسرة والمجتمع وبناء الدولة المصرية. اسمح لي أحيي حضرتك بصفة شخصية وبصفتي امرأة، وأحيي حضرتك باسم كل امرأة مصرية وعربية عن دور حضرتك كرجل رئيس لشبكة إعلام المرأة العربية الداعمة للمرأة في كل مكان. تحياتي لحضرتك دكتور معتز. برنامج مميز وفعلا برنامج له شعبية وجماهيرية رغم أن هذه هي الحلقة الثانية، لكنه ولد كبيرا وسيظل كبيرا بإذن الله. شهادة نعتز بها. دكتور معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي والكاتب الكبير رئيس شبكة إعلام المرأة العربية. معانا النهاردة خبر حلو جدا ما كناش نقدر نفوته من غير ما نعمل عليه تسليط للضوء. الخبر معانا على الشاشة من موقع اليوم السابع. الخبر بيتكلم عن السياحة والآثار، وطبعا كلنا يعني بندعم السياحة وبندعم كل ما هو داعم لعودة السياحة المصرية مرة أخرى. وزارة السياحة والآثار بتعلن اكتشاف أكثر من 100 تابوت و40 تمثال في منطقة سقارة الأثرية. ده بيعتبر الكشف الأثري الثالث في نفس المنطقة، طبقا لما أعلنه دكتور خالد العناني معالي وزير السياحة. هيبقى حاضر معانا بعد قليل مداخلة من الدكتور رضا عبد الحميد مدير عام العلاقات العامة للمنطقة الأثرية في الهرم في وزارة السياحة، وأعتقد خبر زي ده هيفرق معانا كتير جدا في دعم السياحة المصرية. وأكيد طبعا خبر زي ده يعني يدعم الافتتاح القريب الوشيك الذي ينتظره العالم أجمع، وما نطلق عليه الهرم الرابع، المتحف المصري الكبير. معانا أهلا وسهلا بحضرتك الأستاذ الدكتور رضا عبد الحميد مدير عام العلاقات العامة لمنطقة آثار الهرم بوزارة السياحة والآثار المصرية والباحث الأثري الكبير. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. ألف مليون مبروك على الكشف الجديد. ربنا يخلي حضرتك فندم، ومبروك على مصر كلها. طبعا طبعا. السؤال اللي عايزينه نعرف حضرتك كده أهمية الكشف ده، أكيد الأثريين هيقولوه لنا ويفرحونا ويشاركونا الفرحة معاهم، عايزين نعرف تعليق حضرتك على أهمية هذا الكشف الأثري الجديد اللي بيعتبر أعتقد الأكبر لعام 2020. اتفضل حضرتك. حضرتك بتعتبر
منطقة آثار سقارة هي المنطقة البكر التي كانت وما تزال تحوي العديد من الآثار داخل أرضها. فآثار مصر وأرض مصر ثرية بمقابرها ومعابدها وتعبيدها وأهراماتها ومقابرها، كل حاجة فيها لها صلة بالمصر القديم، تحتفظ بها هذه الأرض الثرية وخاصة منطقة سقارة. منطقة سقارة بنعتبرها احنا كأثريين من أهم المواقع الأثرية على مستوى مصر قاطبة، وتعتبر مدرسة لكل الأثريين الجدد. يعني أولادنا بنعلمهم آثار في الكليات والمعاهد العليا للسياحة والفنادق، بنقول لهم إن منطقة آثار سقارة تعتبر من أهم المواقع التي يجب دراستها منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور المصرية القديمة. لازم يعني نفتخر طبعا يا دكتور بالمنطقة، أعتقد إن هي مفيش منها اتنين في العالم يعني. هي المنطقة رقم واحد. أيوة يا فندم، يعني أنا متصورة إن السياحة الفترة الجاية بقى المفروض إنه كشف أثري كبير زي ده هيأثر على السياحة بشكل إيجابي، ولا رأي حضرتك إيه؟ حضرتك المفروض ان احنا لولا كوفيد 19 ده الميكروب او الفيروس الغريب اللي لمس العالم كله، كان زمان مصر رقم واحد سياحيا. مصر لديها جميع مقومات السياحة العالمية، ولكن شاءت الأقدار والحمد لله على كل حال أن العالم كله في حالة حجر صحي إلا مصر. الحمد لله الحمد مصر لله بفضل الله محفوظة، الحمد لله ونستقبل يوميا بجميع مواقع الآثار ضيوف مصر والعالم من الداخل والخارج، من الدول العربية والدول الأجنبية أيا كانت أوروبا أو أمريكا أو غيرها، تستقبل جميع مواقع الآثار جنسيات يأتوا هرولة لزيارة آثار مصر العظيمة. إحنا عندنا جميع مقومات السياحة في مصر فعلا. إلى أيوة جانب فعلا الآثار، الشمس الجميلة، صح الجو الرائع، صح كل هذه مؤهلات إلى جانب آثار وتاريخ وحضارة يصعب أن نجدها في غير مصر. دكتور رضا، بما ان احنا بنتكلم النهارده عن المرأة المصرية، مين اجمل ملكة في التاريخ المصري؟ اتفق العلماء من الآثاريين أساتذتي وزملائي على أن الملكة نفرتيتي هي أجمل أو جميلة الجميلات. هي زوجة الملك أخناتون وتعتبر أم الملك توت عنخ آمون. طب مين اللي كانت أقدر على قيادة الجيوش وإدارة شؤون الحكم؟ إحنا عندنا ملكات كثيرة جدا قادوا الجيوش وقادوا الثورات، وكانت أشهرهم أحتب الملكة العظيمة أم سكن النعر في عصر طرد الهكسوس، يعني في بداية الأسرة ال 18 ونهاية الأسرة 17. فالست دي قادت الجيوش ويعني وجمعت دكتور أبنائها. رضا، حضرتك شخصية أثرية جدا، مداخلة مش هتنفع، عايزين حلقة كاملة. أعتقد إحنا وجمهورنا وكل المصريين من عشاق الآثار هننتظر حضرتك إن شاء الله في حلقة قريبة نتكلم باستفاضة، خصوصا إن حضرتك عندك أبحاث أنا طلعت على بعضها ومفاجأة عن أبو الهول، إن شاء الله هنفجرها في الحلقة القادمة. بنشكر حضرتك كل الشكر الدكتور رضا عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة لمنطقة آثار الهرم، كل الشكر لحضرتك يا فندم. إن شاء الله مصر دايما زاخرة وعامرة، إن شاء الله البركة جاية، وإن شاء الله كل ما هو قادم هيكون أفضل. سعداء جدا بهذا الخبر، وفي انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير. اسمحوا لي نستقبل دلوقتي ضيفنا المخرج الكبير والممثل القدير الدكتور مصطفى الدمرداش.